السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم مرة تانية مع بداية الوحدة التانية. الوحدة التانية معانا عنوانها I want to be healthy. I want to be healthy يعني أنا أريد أن أكون بصحة جيدة. تاني، كلمة healthy دي حبايبي مرت علينا كتير جدا في خلال سنة رابعة والسنة دي كمان. عارفين ان كلمة healthy حبايبي عكسها unhealthy. unhealthy يعني غير صح. حبايبي شكل ما انتم شايفين الدرس الاولاني بتاعنا اللي هو lesson 1 بيكلمني عن sports. sports حبايبي اللي هي الرياضات. تعالوا نشوف النهاردة ازاي هنتكلم عن الرياضات، ازاي اسأل واحد ما الرياضة اللي انت بتحبها، ما الرياضة اللي هي المفضلة عندك، انت كويس في رياضة ايه، انت مش كويس في رياضة ايه، ده اللي هنعرفه ان شاء الله، وازاي كمان نقارن بين الرياضات في الوحدة دي. كتابنا شكل ما احنا عارفين كتاب المعاصر، الصفحة اللي احنا هنبدأ فيها دي هي صفحة 74. 74 الدرس الاولاني الفوكابولاري، الكلمات بتاعتنا. تعال نشوف اول كلمة معانا وهي كلمة فوتبول، هامبول، 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 سكواش، 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 ودي لعبة السكواش، تنس، 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 ودي رياضة التنس، سويمينج، swimming, swimming, ودي رياضة السباحة, sailing, 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 ودي حبيبي رياضة الإبحار, karate, 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 karate. طبعا الـ A هنا حبيبي شوى يعني بنطقها قصيرة قوي, karate, karate, kung fu, kung fu, kung fu. تعال نشوف مع بعض الـ extra vocabulary اللي معانا النهاردة. عندنا كلمة match, ماتش يعني مباراة، وماتش كمان حبايبي معناه يوصل، بابل، بابل بمعنى فقاعة، بيتر، بيتر، بيتر بمعنى أفضل، ورس، 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 ودي بمعنى أسوأ. وطبعا الاثنين صفات شاذة بستخدمهم لما أجي أقارن بين اثنين، ليتر، ليتر بمعنى لاحقا، سبورتس، سبورتس، وهنا ما قلتش حبايبي سبورتس، نو no. حاول تخفي التي، sports, 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 good, good معنى جيد، great, great, great. كلمة great حبيبي بمعنى عظيم، game, game, game معنى لعبة، club, club, club بمعنى نادي، awesome, awesome, awesome بمعنى رائع أو مدهش، popular, 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 popular حبيبي بمعنى شعبي او محبوب. تعالوا نشوف يلا تصريف الافعال اللي هو مدهالي. عندنا كلمة agree, agree بمعنى يوافق، والماضي بتاعها agreed, agreed. try, try, tried, tried معنى يحاول او يجرب. وخلي بالك حبيبي ان الواي هنا لما جيت احول الماضي قلبتها الاي عشان قبلها حرف ساكن. تعالوا نشوف ال irregular verbs الافعال الشاذة، when, when الماضي بتاعها one, one, go, go الماضي بتاعها went, went. تعال نشوف اهم الاكسبريشنز اللي معانا والpropositions. عندنا كلمة good at، ودي مهمة جدا حبيبي في الوحدة دي، good اللي معناها جيد بتاخد حرف الجر at، ودي بيجي وراها verb plus ing او noun، يعني good at دي اللي معناها جيد فيه، يا اما يجي وراها اسم يا اما يجي وراها فعل فيه ing. عندنا كلمة look fun، looks fun, looks fun. احنا اتفقنا قبل كده حبايبي ان كلمة look اذا جي وراها صفة فهيبقى معناها يبدو، مش هيبقى معناها ينظر. look fun, look fun. so do I, so do I. طبعا لما واحد بيقول لي انا بفعل شيء وعايز اقول له انا كمان، دايما بقول له العبارة دي so do I, so do I، وكذلك انا. تعال نشوف حبايبي اول كويز معانا، ودي اللي بيدهالي على حفظي للكلمات. طبعا كلمة club شكل ما قلنا معناها نادي، وعندنا كلمة reading يعني القراءة، وعندنا كلمة football اللي هي كرة القدم، وعندنا طبعا كلمة win، win بمعنى يفوز، وعندنا كلمة sailing، sailing حبايبي بمعنى الابحار، تاني sailing معنى الابحار. تعال نشوف كده اول جملة معانا، بيقول I am good at playing يعني انا جيد في لعب. خلي بالك بقى هنا حبايبي من كلمة good at، good at اللي معناها جيد فيه او bad at اللي معناها سيء فيه، لازم اخلي بالي ان الاتنين بياخدوا حرف الجر at. وهنا good at يا اما بيجي وراها فعل ing يا اما بيجي وراها noun.
فانا بقول لي انا جيد في لعب ايه؟ يا ترى كلاب ريدنج فوتبول وين اور سيلينج؟ طبعا اكيد هقول بلاينج فوتبول، فوتبول حبايبي اللي هي كره القدم. وهنا حبايبي هقول لك ان الرياضات بتنقسم لثلاث انواع. في رياضه حبايبي فيها كوره شكل مثلا كلمه فوتبول اللي هي كره القدم، او هاند بول اللي هي كره اليد، او باسكت بول اللي هي كره السله، والرياضات دي بتاخد الفعل بلاي. يعني لما اقول انا بلعب كوره بقول اي بلاي فوتبول، اي بلاي هاند بول، اي بلاي فولي بول، اي بلاي تنس. طيب قال لي في رياضات حبايبي فيها اي ان جي شكل بالظبط كلمه سويمنج كده اللي هي السباحه، وكلمه سيلينج اللي هي الابحار، وكلمه دايفنج، دايفنج حبايبي اللي هو الغطس، او رانينج الجري، او ووكينج المشي. كل الرياضات اللي فيها اي ان جي دي حبايبي بيجي معاها الفعل جو. يعني اقول اي جو سويمنج، انا بذهب للسباحه، اي جو سيلينج، اي جو دايفنج. يعني يا مستر ما اقولش اي بلاي سويمنج، لا، ولا اقول اي بلاي سيلينج، لا، ولا بقول اي بلاي دايفنج، هقول لك برضه لا. اما الرياضات بقى اللي ولا فيها كوره ولا فيها اي ان جي بتاخد دو. شكل عندنا خدنا رياضتين كاراتيه اللي هو الكاراتيه، وعندنا كلمه كونغو فو، كونغو فو اللي هو الكونغو فو. طبعا الكونغو فو بياخد الفعل دو، فاقول دو كاراتي اور دو كونغ فو، تاني دو كاراتي اور دو كونغ فو. رياضات، في عندنا رياضات بتاخد بلاي اللي فيها كوره، ورياضات بتاخد جو اللي هي فيها اي ان جي، وبقيه الرياضات تاخد دو. تعال نشوف نمبر 2، بقول اي ثينك ماي تيم ويل اي ذا ماتش. اي ثينك يعني انا اعتقد، ماي تيم يعني الفريق بتاعي، ويل اي ذا ماتش اه برافو عليكم، يبقى ويل وين، ويل وين ذا ماتش يعني هيكسب المباراه. نمبر 3 بيقول لي اي بلاي فوتبول وذ ماي فريندز ان ذا، يعني انا بلعب كوره مع اصدقائي. يا ترى هلعب كوره مع اصدقائي فين؟ اكيد برافو عليكم في النادي، والنادي اسمه كلاب. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي وي جو اي وين اتس ويندي. اه طالما جاب لي جو حبايبي بحجيب رياضه فيها اي ان جي، يبقى اكيد جو سيلينج، جو سيلينج يعني يذهب الى الابحار. تعالى حبايبي بقى نشوف موضوع الليسننج وريدنج اللي معانا النهارده. شكل ما انتوا عارفين حبايبي احنا مش مجرد بنقرا بس، لا بنحلل كمان الكلام اللي موجود في الليسننج وريدنج. طيب اكيد الكلام كله هيبقى عن الرياضه، بس حبايبي قبل اي شيء لازم اعرف يعني ايه ما هي رياضتك المفضله. تاني ازاي اسال واحد ما هي رياضتك المفضله؟ لما اجي اسال واحد ما هي رياضتك المفضله حبايبي هقول له وات is your favorite sport. What's your favorite sport حبايبي معناها ما هي رياضتك المفضلة. تاني what's your favorite sport معناها ما هي رياضتك المفضلة. وشكل ما خدنا في اي درس قبل كده لما اسأل عن الشيء المفضل ممكن اجاوب بتلات اجابات. الاجابة الاولى التقليدية ان انا بشيل وات وبدل، يور حبايبي بتتحول لماي، فهقول ماي فيفوريت سبورت از، واقول اسم الرياضة مثلا فوتبول يعني كرة القدم. طب الإجابة التانية، قلت الإجابة التانية ببدأ فيها بكلمة اي لايك، اي لايك حبايبي معناها أنا أحب، وأجيب طبعا الرياضة بتاعتي اللي هي فوتبول، سو اي لايك فوتبول أنا بحب كرة القدم. أو إن أنا أبدأ بإتس واجيب الرياضه برضو بتاعتي فاقول اتس فوتبول. اذا لما حد يقول لي واتس يور فيفرت سبورت ممكن اجاوب عليه باي اجابه من دول، ماي فيفرت سبورت از فوتبول، اي لايك فوتبول، اور اتس فوتبول. شكل ما قلنا حبايبي ان كلمه جودات، جودات دي حبايبي معناها جيد فيه، وبادات قال لي معناها سيء فيه، والاثنين بيجوا وراهم يا اما فيرب بلس اي ان جي يا اما ها ناون يعني اسم. يعني انا ممكن اقول I am good at playing tennis، وممكن اقول I am good at tennis على طول، يعني انا كويس في التنس. لكن لما يجيب لي في الاختيارات يقول لي she is bad at، ويقول لي كده play ولا to play ولا playing فوليبول، اقول له اه لا كده بقى باد ات هيجي وراها فيرب بلس اي ان جي، فاقول
she is bad at playing volleyball. طيب لما اجي اسال واحد بقى ما الرياضه اللي انت كويس فيها، فهقول له كده حبايبي what sport. what sport دي حبايبي يعني ما هي الرياضه. تاني what sport يعني ما هي الرياضه. are you good at what sport are you good at يعني ما الرياضه اللي انت جيد فيها. تاني what sport are you good at، بجيب هنا verb to be حبايبي عشان دي صفه. طب لما اجي اجاوب قلنا are you بتتحول في الاجابه ل I am، فاقول I'm good at يعني انا جيد في مثلا تنس، يعني انا جيد في التنس. I'm good at tennis يعني انا جيد في التنس. يبقى تاني لما اسال واحد ما الرياضه اللي انت جيد فيها اقول what sport are you good at، I am good at tennis يعني انا جيد في التنس. تعالوا نشوف بقى هنا بيقول لي what are you watching. بيساله بيقول له هو انت بتتفرج على ايه. طبعا انا حبيبي لما اشوف ار وفير بلس اي ان جي ده مضارع مستمر، يعني انا بقول له وانت بتشاهد ايه دلوقتي. What are you watching؟ قال له an old match between رنيم الولالي and نور الشربيني. It's great. I love squash. قال له والله ده انا بشاهد مباراة قديمة بين رنيم الولالي ونور الشربيني، دي رائعة، انا بحب الاسكواش جدا. فقال له me too. طبعا مي تو دي حبايبي بستخدمها لما احب اقول وانا كمان، يعني لو واحد بيقول اي لايك تنس عايز اقول له انا كمان فاقول له مي تو. واحد بيقول لي اي بلاي فوتبول عايز اقول له انا كمان فاقول له مي تو. هو از وينينج، يا ترى مين اللي فايز دلوقتي؟ قال له رنيم شي از فيري جود ات بلاينج سكواش. لاحظ بقى حبايبي ان جود ات اللي جوه وراها فعل في اي ان جي. طب يا مستر ممكن اشيل فعل في ING دي واقول she is very good at squash؟ قال لي ممكن اقول كده طبعا. فبيقول له I know. what sport are you good at؟ اهو ما الرياضة اللي انت جيد فيها؟ قال له I'm very very دي حبيبي بمعنى جدا. I'm very good at playing tennis يعني انا كويس جدا في لعب التنس. but I'm bad at. وقلت حبايبي بط دي بتربط بجملتين متناقضتين معناها لكن. طالما قال له هنا انا جيد يبقى اكيد هقول له هنا انا مش جيد او سيء. but I'm bad at playing handball. لاحظ برضو bad at جي وراها فعل فيه ing. what about you؟ ايه what about you دي يا مستر؟ قال لي what about you دي سؤال بستخدمه لما محبش اكرر نفس السؤال اللي شخص سأله لي. يعني مثلا حبيبي انا بقول لك what's your name فقلت لي احمد، مش شرط انت كمان تقول لي بقى what's your name، هتقول لي على طول what about you. what about you يعني ماذا عنك. انا بقول لك مثلا where are you going، وانت رايح فين، فتقول لي I'm going to the park، بدل ما تقول لي بقى انت كمان where are you going، لا هتقول لي what about you. قال لي لا ده في حاجة كمان حبيبي اسمها and you. ايه and you دي؟ وانت. يعني يا مستر ممكن استخدم and you دي مكان what about you؟ قال لي يعني واحد بيقول لي what's your name قلت له I'm Sammy and you طب وانت، فحيقول لي اسمه. يبقى and you دي استخدمتها بدل ما اقول له what's your name. يبقى اذا and you what about you بستخدمها عشان اتفادى تكرار السؤال مرة تانية. تعال نشوف حبيبي رد عليه قال له ايه. قال له I am good at playing، خلي بالك بقى ادي good at وادي verb plus ing. I'm good at playing squash but I'm bad at playing tennis. شوف رد عليه، لان لما قال له what about you لاحظ بقى لما قال له what about you كأنه بالضبط قال له ايه what sport are you good at، نفس السؤال بالضبط. I love football too. وشكل ما قلنا حبايبي ان 2 دي في اخر الكلام معناها ايضا. طب امتى يا مستر يبقى معناها جدا؟ قال لي لما تيجي قبل الصفه. يعني لو قلت لك it's too hot هنا 2 بمعنى ايضا، هتقول لي لا 2 هنا بمعنى جدا. ليه يا مستر؟ عشان جه بعدها صفه. قال له so do I. قلت لك خلي بالك حبايبي من العباره دي. So do I دي بستخدمها لما اكون عايز اقول وانا كمان. واحد بيقول لي انا بفعل شيء وعايز اقول له وانا كمان فاقول له So do I. فهنا لما اقول له I love football قال له So do I.
I play tennis so do I watch TV so do I so do I دي يعني وانا كمان but I'm bitter وهنا بقى لازم اخلي بالي من كلمة bitter I'm bitter at tennis than I am at football هنا بقى بيقارن احنا خدنا المقارنة حبيبي قبل كده في نوعين اتنين من الصفات في الصفة القصيرة لما كنت بحط لها ER يعني لما كنت بقول احمد الولد احمد ده is tall or taller than علي قلت هنا لما اقارن بين اتنين وفي ذن بحط على الصفة ER ما ينفعش اجيب الصفة كده بس طيب وخدناها كمان في الصفات الطويلة شكل dangerous شكل interesting شكل careful شكل beautiful قلت لما اجي اقارن الصفات الطويلة بحط قبلها more يعني لما يجي يقول لي كده منى دي حبايبي is وديني في الاختيارات beautiful جميلة ولا more beautiful اجمل ولا beautifuler then هالة اقول له هنا انا بقارن بين منى وهالة والصفة دي حبايبي صفة ها طويلة برافو عليكم وطالما صفة طويلة ما ينفعش ازود لها ER يعني ما ينفعش اقول beautifuler امال هقول ايه more beautiful يعني اكثر جمالا هنا بقى مديني كلمتين اتنين كلمة good اللي معناها جيد وكلمة bad اللي معناها سيء لما اجي اقارن بين اتنين يا مستر هقول بقى gooder يعني اقول gooder than ازود لها ER ما اقصيرها اهي طب اقول better than وضعف كمان الدي يا مستر هقول لك لا 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 غلط الصفات دي حبايبي صفات شاذة يعني ايه صفات شاذة قال لي يعني good لما اجي اقارن بين اتنين بتبقى better than better than يعني افضل من طب bad قال لي bad بتبقى worse than يعني ايه worse than يا مستر يعني اسوأ من احنا قلنا الشاذ حبايبي بيتحفظ شكل ما هو بمعنى لما يجي يقول لي كده حبايبي في الاختيارات احمد is good ولا gooder ولا better at football than Ali هقول له هنا انا بقارن حبايبي احمد وعلي طيب طالما بقارن احمد وعلي وفي ذاني يبقى انا عايز الصفه اللي فيها اي ار اقول له ايه ده انا هروح لجودر اقول لك لا خلي بالك دي تركيبه خطا اصلا جود صفه شاذه صفه المقارنه منها بيتر عشان كده هقول احمد از بيتر ات فوتبول ذان علي يعني احمد افضل في كره القدم من علي فشوف هنا بيقول له ايه I am better at tennis than يبقى ملوش بقى جودر I am at football يعني أنا أحسن في التنس من كرة القدم Let's go حبايبي شكل ما قلنا قبل كده إن كلمة let's لازم يجي وراها ها مصدر يعني لما يجي يقول لي let's watch ولا watching TV أقول له إيه برافو عليكم watch يقول لي ليه أقول له let's بيجي وراها مصدر قال لي yes let's go to the club later نروح بقى النادي فيما بعد قال لي yes and what other sports كلمة other حبايبي معناها اخرى و other دي حبايبي دايما ييجي وراها اسم جمع فعش ييجي وراها اسم مفرد فبقولي and what other sports do you watch on TV يعني ايه الرياضات اللي انت بتشاهدها في التلفزيون فقال له I love watching وشكل ما قلنا قبل كده كلمة love وكلمة like وكلمة enjoy بيجي وراهم verb plus ing فقال لي I love watching karate and kung fu and you اهو جيت له حبيبي and you يعني وانت بدل ما يسأل السؤال اللي فوق الطويل ده فبقول له and you خلاص طب وانت فقال له my favorites are ايه favorites يا مستر my favorites حبيبي هيها my favorite
سبورتس، هنا بيشيل كلمة سبورتس ويحط اس لكلمة favorite ويبقى معناها my favorites are swimming and sailing. sailing looks fun. قلنا لوكس حبايبي هنا بمعنى يبدو، ليه؟ عشان جاي وراها صفة، فقال له great عظيم. so what time، قلنا what time دي حبايبي معناها متى، ودي بتسأل عن الوقت. what time do you want to play football، ايه الوقت اللي انت عايز تلعب فيه كرة قدم. قال له about، قلنا about هنا معناها حوالي، about five يعني حوالي الساعة خمسة، فقال له awesome الله جميل رائع. see you in the club later، اشوفك بقى في النادي لاحقا. كلمة later حبايبي شكل ما قلنا معناها لاحقا. تعالى حبايبي نشوف ال language functions اللي موجودة معنا. اول سؤال بيقول what sports do we have in Egypt، دي معناها ما الرياضات اللي عندنا في مصر، فقال لي we have sports like، like يا حبايبي معناها مثل مش معناها يحب، football tennis and swimming. فبقول له تاني which sports would you like، شكل ما قلنا قبل كده ان كلمة would you like معناها يود او يريد، وشكل ما قلنا برضو ان would like لازم يجي وراها to زائد المصدر او يجي وراها اسم. فبقول له which sports would you like to try، قال له I would like to try squash، يعني انا عايز اجرب السكواش. تاني عايز اجرب السكواش. تعالى هنا البنت بتسأل what's the most popular sport، قلنا حبايبي لما اجي اقارن بين واحد ومجموعه بجيب ذا وصفه اي اس تي، الكلام ده لو كانت الصفه قصيره، او most لو كانت الصفه طويله. يعني لما اقول لك علي is the tallest boy in the class، يعني علي اطول ولد في الفصل، يبقى هنا the صفة est شكل ما قلنا السنة اللي فاتت. طيب لو الصفة طويلة، قال لي لا لو الصفة طويلة بجيب كلمة most، يعني اقول احمد is the most careful boy، اللي هنا ما قلتش carefulest، هقول لك لان دي صفه طويله، بدل اس تي بجيب most حبايبي. فهنا بقول لي what's the most popular sport in Egypt، ايه اكتر، يبقى هنا بقارن الرياضه بكل الرياضات، ايه اكتر رياضه محبوبه في مصر. قال لي I think football is the most popular، يعني ما قلتش يا مستر the popularist، هقول لك لا طبعا، ليه؟ popular صفة طويلة ما احطلهاش اي سي تي، بجيب most. تعالوا نشوف يلا حبايبي الكويز اللي معانا الأولى، بيقول لي اختار يلا bad سيء، play يلعب، you أنت، so وكذلك football. عمر بيكلم أحمد بيقول له هلا أحمد what's your favorite sport، شكل ما قلنا معناها ما لعبتك المفضلة. قال له I'm good at A so it's my favorite، أكيد هجيب له رياضة. فين الرياضة فوق حبايبي؟ رفع عليكم football، يعني أنا جيد في كرة القدم. تلك good at A يجي وراها verb plus ing، إما يجي وراها noun great. where do you eat it، نشوف الإجابة الأول، قال I usually play it at the club، يبقى هنا جاب له المكان، يبقى المفروض يقول له أين تلعبها، يبقى المفروض where do you play it، أين تلعبها. قال I usually play it at the club، what about her، عشان بقى أقول السؤال أو أكمل، what about you، عشان ما أكررش السؤال. قال له my favorite is tennis، I like watching matches on TV، كنت حاوله بقى وأنا كمان، ها يعني وانا كمان، برافو عليكو، so do I، let's watch، قلت لكم let's حبايبي بيجي وراها مصدر، let's watch a match together، يلا نتفرج على الماتش مع بعض. تعالوا نشوف حبايبي general exercises اللي هو مدهالي يلا، والكلام ده هلاقيه في صفحة 79. عندنا tennis time playing sports، tennis كرة التنس، time يعني وقت، playing يعني لعب، sports يعني رياضة. طيب سليم بيكلم وائل بيقول له هلو وائل وات ايه دو يو لايك تو واتش،
اه اكيد هقول له ما الرياضة اللي انت بتحب تشاهدها. طب فين الرياضة؟ برافو عليكم، سبورتس. يعني ايه الرياضات اللي انت بتحب تشاهدها؟ قال له I love، قلنا love بيجي ورا verb plus ing، I love swimming. وجاب له واحدة كمان وقال له and football. فين؟ برافو عليكم، رياضة فوق هتبقى تنس. So do I، وانا كمان. And I'm good at a tennis، قلنا good at هيجي ورا verb plus ing، برافو عليكم، يبقى playing. playing. قال له let's go to the club and play later، ما يلا بقى نروح النادي ونلعب بعدين. قلنا let's be جوه مصدر. what a do you want to play، خلي بالك لازم اقرا الاجابه الاول عشان اشوف اداه الاستفهام. قال له about 5 o'clock، اداله وقت، يبقى اكيد هقول له what، ها time. what time يعني متى، what time do you want to play يعني متى تريد ان تلعب. تعال نشوف سؤال الماتشنج، يلا التوصيل. بيقول لي what sports do we، يعني ما الرياضات اللي احنا بنمتلكها في مصر او اللي عندنا في مصر. يبقى what sports do we have in Egypt. ولاحظ حبايبي طالما بدا بوات يعني ده سؤال، وما فيش هنا سؤال غير ده لان ده اللي بينتهي بكويستشن مارك. طيب we are playing handball، يعني احنا بنلعب كره اليد، اكيد في النادي. يعني ايه في النادي حبايبي؟ at the club. طب I'm good، قلنا good بتاخد حرف الجر، at، يبقى I am good at swimming، يعني أنا جيد في السباحة. number four بيقولي he is watching، يعني he is watching يا حبايبي؟ هو بيشاهد، يبقى أكيد هو بيشاهد إيه؟ برافو عليكم، a squash match on TV، وخلي بالك إن TV بياخد حرف الجر on. طيب number five بيقولي I'm bitter، قلنا طالما جاب لي بيتر حبايبي يعني دي مقارنة. I'm better at kung fu، يعني أنا أفضل في الكونغ فو، أكيد بيقارني بحاجة تانية بحول than I am in tennis. تعالوا يلا نكمل القطع اللي معانا. عندنا club يعني نادي، sports يعني رياضة، football يعني كرة القدم، play يعني playing اللي هو اللعب، eating اللي هو الأكل. بولي we're watching، قلت يا حبايبي لازم أقرأ من نقطة للنقطة وترجم عشان يدينا معنى صحيح. Well, we're watching a squash match. I love squash and I'm good at a tennis. قلنا good at هيجي وراها verb plus ing. طب تنس دي يا مستر؟ قال لي تنس دي فيها كورة، يبقى لازم اقول playing. playing tennis يعني لعب التنس. تاني playing tennis يعني لعب التنس. My brother is good at playing a. يعني اخويا جيد في لعب ايه. طبعا اكيد طالما playing يعني رياضة فيها كورة، يبقى اكيد حجيب فوتبول يعني في لعب كرة القدم. My mom's favorites are sailing and handball، يعني رياضات ماما المفضلة هي الابحار وكرة اليد. My brother and I play many sports in the، يعني بقول اخويا وانا بنلعب رياضات كتيرة، اكيد فين؟ برافو عليكم، في النادي. In Egypt في مصر we have many kinds of ايه، في مصر احنا عندنا انواع كتيرة منين؟ برافو عليكم، من الرياضات، يبقى sports. sports حبايبي اللي هي الرياضات. تعال نشوف يلا سؤال الترتيب معنا. play football let's later، هتقولي دي سهلة اوي يا مصدر. let's دي بيجي وراها مصدر، فين المصدر؟ play، يبقى let's play. لما اسأل نفسي يلا نلعب ايه؟ يبقى football. وكلمة later حبيبي هتيجي في الآخر يعني لاحقا. Let's play football later. Number two to try I like sports new، أكيد طبعا هقول أنا بحب أجرب رياضات جديدة، يبقى أنا اللي هو I أحب يعني like، أجيب وراها to المصدر يبقى to try. يعني إيه رياضات جديدة؟ قلنا الصفة بتيجي قبل الاسم، ما اقولش sports new، لا اقول new sports، يبقى I like to try new sports. number three بقول sports like you would wish to watch. طبعا كلمة which حبيبي لازم يجي وراها اسم، فاقول which sports. which sports يعني ما الرياضات. تاني which sports معناها ما الرياضات، فين الفعل المساعد بتاعي؟ برافو عليكم، would، الفعل بتاعي you، والفعل الاساسي بتاعي like،
يبقى which sports would you like، وبعدين اجيب to watch بقت معناها ايه الرياضات اللي انت بتحب تشاهدها. Number four will is the most what in Egypt sport popular. طبعا هنا عايز اقول ما هي اكتر رياضة محبوبة في مصر. طبعا هبدأ بأداة الاستفهام بتاعتي اللي هي what، فين الفعل المساعد is. طب الصفة فين popular، لازم اجيب قبلها the most، بحول what's the most، الصفة بتاعتي الطويلة popular. طب what's the most popular ايه، برافو عليكو sport، وبعدين اقول في مصر اللي هي in Egypt، in Egypt، وحط ال question mark بتاعتي. تعالوا نشوف يلا السؤال الخامس، سؤال punctuation، بيقول لي let's play squash. طبعا هنا حبايبي بداية الكلام لازم ابدأ بكابيتال letter، يبقى let's الابوستروفي اس وهتنساه، play squash، وفي الاخر الفول ستوب بتاعتي. اللي بعدها بيقول لي سليم is watching a tennis match. طبعا الاس بتاعت سليم كابيتال في اول الكلام وكمان اسم شخص، is watching a tennis match، احط في الاخر الفول ستوب بتاع بالاس بتاعت سليم والفول ستوب اللي في الاخر. على حبايبي بقى للسؤال المهم معانا واخر سؤال، هو سؤال الباراجراف. سؤال الباراجراف بيكلم لي عن السبورتس ان ايجيبت. قلت لك خلي بالك لان في قواعد مهمه للباراجراف لازم اراعيها وانا بكتب. هو جايب لي بلاي فوتبول سكواش سويمينج كاراتيه اند جود ات. طبعا طالما قال لي سبورتس ان ايجيبت يبقى اذا انا لازم ابدا الجمله الاولى او الافتتاحيه بالمنظر ده، لازم اسيب الاندنت الفراغ واقول ذير are many kinds of sports in Egypt. يعني حبايبي يوجد انواع كتيرة من الرياضات في مصر. حد اخد رياضة في دول واقول انها رياضتي المفضلة. يعني هقول my favorite sport is football مثلا، وبعدين هقول I am good at playing football، يعني انا جيد في لعب الكورة. طيب اجيب رياضة بقى من دول واقول ان انا مش جيد فيها قوي خلاص او سيء فيها، فأقول مثلا I am not good، وده تعبير أحسن من bad، فأقول I'm not good at playing squash، يعني أنا مش كويس قوي في لعب السكواش. طيب ممكن أقول I like swimming، يعني انا بحب السباحة. I go swimming، يعني انا بذهب للسباحة. Every Friday مثلا، يعني كل يوم جمعة. ممكن اتكلم عن حد تاني مثلا في الاسرة، يعني اقول مثلا my brother loves karate، يعني اخويا بيحب الكاراتي. He is good at doing it، يعني جيد في اداء الكاراتي او في لعب الكاراتي. ولاحظ ان انا بدأت الكلام سبت اندن فراغ، كتبت جملي في نهاية كل جملة فول ستوب، وبعدين أبدأ بكابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر، وبعدين فول ستوب كابيتال لتر فول ستوب كابيتال لتر، وغطيت الموضوع بشكل جميل وكتبت 30 أو 40 كلمة.
Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا من شرح الدرس الأولاني. هو صحيح طويل ولكن مفيد. شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد إن شاء الله. واستنانا في الدرس الثاني في الحلقة اللي جاية. أشوفكم بخير. Goodbye. السلام عليكم.